إذن هذا علم إحدى الميليشيات العراقية. طبعا بعد أن تمكن المجاهدون بفضل الله عز وجل من دحرهم وقتلهم وبعد أن كبدوهم خسائر فادحة بالأرواح والمعدات، تركوا وراءهم كل شيء. في الحقيقة القتلى تم دفنهم، لا نستطيع التوصل إلى جثث القتلى من الميليشيات العراقية والإيرانية، ولكن هذا علم هؤلاء الميليشيات العراقية. طبعا هذه دماؤهم على علمهم بحسب ما يشير الأخوة، هذه هي دماؤهم. طبعا المقاومة الإسلامية في العراق، وهي الأصل المقاومة اليهودية في العراق ولا علاقة لها في الإسلام. إذن هذه راية الميليشيات العراقية تحت أقدام المجاهدين. تكبير الله أكبر، تكبير الله أكبر. إذن هكذا يتنقل الأخوة في أرض المعركة. طبعا نقتل من خطوط النظام والميليشيات الشيعية. الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على السلامة يا شباب. الطيران الحربي الروسي يحلق في أجواء ريف حلب الجنوبي. الطيران الحربي الروسي يحلق في أجواء ريف حلب الجنوبي 25/11/2015. هذا هو الطيران الحربي الروسي يحلق في أجواء ريف حلب الجنوبي. قصف بالطيران الحربي الروسي على ريف حلب الجنوبي. الطيران الحربي الروسي يقصف ريف حلب الجنوبي والدخان تصعد. 25/11/2015. إذن هذه قرية الباجر التي تتحصن فيها الميليشيات الشيعية، سواء كانت منها العراقية أو اللبنانية. في هذه المنازل تتحصن الميليشيات الشيعية. شوف شرق هيك مشرق. لا لا اجا هيك العكس اتجاه الشرق. هي فعليهم انا كمان الشرق. شوف السواتر في فوق، السواتر في فنازير. اذا السواتر هي السواتر اللي كمان هيك هيك شرق اتجاه. لحظه شو العسكري هذا؟ لا لا مو عسكري. سواتر. إذن هذه السواتر التي تقيمها الميليشيات الشيعية في قرية الباجر. في وراه في هذا السطح. إذن هنا تتحصن الميليشيات الشيعية. العلم هذاك النجس الأبيض. هذا العلم. العلم الأبيض. هاي الرأي هون. هاي الرأي الميليشيات. إذن هاي رأي شيعي. هاي الرايه البيضاء في الحقيقه لا ادري ميليشيا من هذه الميليشيات، ولكن هنا تتحصن هذه الميليشيات الشيعيه. طبعا هذا الرصد من خلال جولتنا في ريف حلب الجنوبي 25/11/2015. بين الميليشيات الشيعية ومن ضمن هذه السواتر تتحصن العصابات المسيرين والميليشيات الشيعية. هذه المسافات قريبة جدا بين الأخوة المجاهدين وبين هذه العصابات. بين الميليشيات الشيعية وبين المجاهدين في ريف حلب الجنوبي. هنا تتحصن هذه الميليشيات الشيعية خلف هذه السواتر. إذن خلف هذه السواتر تتحصن الميليشيات الشيعية. نسمع أصوات الرشاد. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا خلال جولتنا بريف حلب الجنوبي، نحن الآن في خربة كريمين. طبعا تمكن المجاهدون من تحرير هذه الخربة من الميليشيات الشيعية. إن شاء الله تعالى سيكون لنا لقاء معهم ويحدثونا أكثر.
الله يعطيكم العافيه. الله يعافيك. بدايه لو حدثتونا عن الاوضاع المدنيه وكيف الوضع الان وكيف استطعتم استرداد هذه الخبه من الميليشيات؟ والله الحمد لله الوضع منيح جدا ومسيطرون المجاهدين بشكل كامل. الان نحن مرابطين على خدمه الكريمين وتم اعاده السيطره عليها من امبارح الليل في الليل، والان الطغاة يبعدون عن 1400 متر في تلباجة، والان الحمد لله معنويات عاليه وباذن الله سوف نتحرر من الريف حلب الجنوبي. خلال المعارك اللي جرت الميليشيات اخي معلش ريح يا اخي الله يوفقك معلش نحن حريصين على عليكم اكثر ما يكون على اي شيء. معلش بعجاله يا اخي ما بدي اخذ وقتكم انتم. خلال المعارك اللي خطوها مع الميليشيات الشيعيه هل هناك خسائر قتلى لهذه الميليشيات؟ الحمد لله في خسائر كثير ومعنوياتنا انهارت وخسائر كبيره والحمد لله همتنا عاليه جدا باذن الله تعالى سوف نتحرر من ريف حلب الجنوبي بشكل كامل ودخول سوريا ولن نركع الا لله. اخي انا من اللحظات لاحظت الطيران بشكل عجيب يعني من الاجواء وهلا فوقنا الطيران هذا هو فوقنا تماما. بس انه هذا القصف اللي نركز على نقطه قصف كثيف للطيران الروسي على ريف حلب الجنوبي هو هذا الشيء يعني ما اثر على معنوياتكم؟ الحمد لله رب العالمين لا ترهبنا طياراتهم ولا دباباتهم ولا صواريخهم وباذن الله تعالى صامدون حتى النصر وحتى لاخر تحرير نقطه في سوريا وفي بلاد الشام وفي بلاد المسلمين اجمعين. لا تهمنا طائراتهم ولا دباباتهم باذن الله تعالى. فهو الخنزير اللي يعني من تروح منه نقطه مثل اعاده سيطرتنا على الكريمين ولا على مثلا تلباجر ولا على رسم الورد هو الخنزير بيحلق فوقها يعني بيضرب انه انتقام مدني انتقام مدني حتى الحمد لله رب العالمين كله بردا وسلاما. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الله يحميكم يا شباب. الله يسلمك. الله يكون في عونكم. اذا الغزو الشيعي والقصف الروسي لم ينال من عزيمه هؤلاء قيد انملة بل زاد من عزيمتهم بالانتقال من الدفاع الى الهجوم بحسب ما يقولون. كان معكم محمود الحموي من احدى نقاط الاشتباك ما بين المجاهدين وما بين الميليشيات الشيعيه ريف حلب. تكبير اكبر. الله اكبر.